ولسه مكملين معاكم في الليلة دي. لسه طبعا معانا الكينج محمد منير، قصدي النجم محمود عبد المغني. ودلوقتي لازم نستقبل ضيفتنا، ايه رايك؟ يلا بينا. يلا يلا بينا. ضيفتي مش بس جدعه، دي جدعه ونص. الصحافه اعترفوا بيها رقاصه ورقاصه ونص. الفرح من غيرها يعني مش ملوش لا لون ولا طعم ولا حاجه، لانه بيبقى معاها فرح ونص. هي رقاصه بدرجه امتياز علمي ونص، وهتدخل ضيفتي دلوقتي على واحدة ونص. رحبوا معايا بضيفتي دينا. الجميله دي انتوا اللي عاملينها. شفتي بتستفزوني. شفتي، ما احنا عارفين، ما تقدريش تستحملي، لازم تكملي. لا لا لا. منورانا النهارده، وانتوا الاثنين منورينا الحقيقه. ربنا يخليك. وهتبقى فقره جميله ان شاء الله. بتحبي الرقص الشرقي؟ جدا. صح؟ جدا. مفيش بيت في مصر ما بيرقص. حزين بيرقص، فرحان بيرقص. طبعا رقص جميل قوي. طبعا انت عارفه طبعا مغني وادوار الاكشن والبوليس والكلام والحركات الجامده والجدعنه والجو ده، صح برضو؟ بص بقى ايه اللي هنبتدي معاكم. اول فقره عايزين نلعب، ماشي؟ ايه رايك؟ احنا بنلعب طول الوقت. بس الفقره دي عايزين نلعب سوا، ايه رايك؟ قول الشت. اوعى يا جدع. ليه يا عبد المغني والنبي ده؟ انتي هنا والنبي، انتي هنا والنبي. انا بحب الارانب. شفتي بقى؟ بص على عين امه. شوفي عين امه. بيخاف من الارانب موت. شوف ماله الارانب. بص دينا ماسكاه ازاي. يا اختي كمان. ما هو انا مقلقين عليه. والله يا اروم حبيبي، انا ما اعرفش هو قطه ولا ارنب، يعني والله العظيم ثلاثة. يعني هو ارنب ولا فار كبير؟ والله العظيم ثلاثة. الارنب ده واخد مخدر، ده ساكت خالص. شفتي غلبان قوي. غلبان قوي. بقول لك لسه الارنب بتاع بنوتك في جنينه الملوخيه. اوعى نقول كده. والله في جنينه الملوخيه مريم كان عندها، جبت لها واحد. طب والله قاعد ساكت ما بيعملش. وبعدين اقول لك على حاجه يا دينا، يعني اي ماسكه للراجل ده غلط، لازم تمسكي من ودانه. هو ماسكه. لازم من ودانه. فهي ماسكه يعني عجيبه جدا جدا. يعني انتوا سبتوا لي الارنب ده هيفضل معايا؟ لا ساكت اهو الراجل. هناخده دلوقتي. هو خد الحضن نام. هو عارف مستر هيح بالفستان الاخضر الجميل ده؟ ايه يا عم ده؟ بالفستان الاخضر الجميل ده حاسس ان هو مستر هيح. حاسس انه في جنينه باين. والله العظيم فار. في حله ملوخيه. طب انا شرفني، ده مش فار. لا لا مش فار. مش فار. انا باكد لك انه مش فار. بنوتك مريم عارفه بنته كانت حابه ارنب وكان عندها ارنب، فبتقوم تقول لي مين اللي خده وذبحه وعمل عليه ملوخيه. لا ما ينفعش هتتدمر لو قلنا لها كده. لا ما هي انت تقفل الحلقه. لا ولا تقفل التلفزيون في هو يعني مقضيها خس وخيار وبتاع، وكل يوم ياكل خس وخيار، وبعدين بقى احنا زهقنا منه عشان ال غرق. كنت ارنب تاني عملت عليه ملوخيه. ما هو ده غرق البلكونه حاجات سودا صغيره كده، يعني خربها لنا. بس وانا صغيره كان بابا عندنا جايب لنا ارانب. بس كان حاططهم في يعني في الجنينه على حته مقفوله، حته بس على الارض. بيتخانق يا دينا. عايز ينط ارنبين. عايز ينط طول الوقت. وفجاه لقيناهم 200,000 ارنب. أيوة. بيطلعوا من خرم من تحت الارض. ارانب تلاقيهم بيولدوا بسرعة. كمية ولادة غير عادية. أنا والله دلوقتي أنت طبخة جميلة. أنت بتاكلي ملوخية بالأرانب وكده؟ أنا بحب الملوخية بالأرانب جدا. وأنت بتاكل أرانب طبعا؟ لا.
خالص بجد. ليه؟ اكل الملوخيه بالفراخ، فراخ بالارانب. ليه ده الارانب خفيفه ولذيذه و... شفت بقى؟ والله مش عارف ليه بيخاف منها. انا حاسس ان ممكن لو شافه في صحن الملوخيه يقوم يجري. والله فرق كبير، والله بحسس ان فرق كبير. ممكن ياكلها من غير ما يعرف انها ارانب. اه نضحك عليها. هي هتبان فراخ برضو، هي برضو بتحير في الملوخيه. نحمر. ممكن نقوم نلعب سوا لعبه. يلا. وخلي بالكم اللعبه دي فيها اسئله سريعه. ماشي. اوكي وتعالوا قوم اشرحها لكم. يلا اتفضل. ايوه هتقفوا قدام بعض، كرة عادية جدا، هتتحط الكرة دي هنا. اوكي. اوكي؟ هتتقال أسئلة. اللي هيعرف الإجابة لازم بسرعة يخطف عشان يجاوب السؤال. يخطف لازم بسرعة، وخلي بالك. ياخد الكرة؟ لازم لازم ما ينفعش يجاوب إلا لما يسحب دي الأول، بعد كده يجاوب. اوكي. يعني مش يجاوب ودي مش معاها هعتبرها له إجابة مش مظبوطة. لا لا عايزين. حط إيدك بعيد. لا خلينا خلينا عندنا أمانة في اللعب، وفي الكنترول بيحسبوا لكم مين اللي كسب ومين اللي خسر. والله ادينا ان شاء الله تكسب. يلا تمام نبتدي نقول اسئلتنا. يلا هنبتدي. اهرامات مصر كم واحد؟ ثلاثة. عطيه مره ثانيه خليك. يلا ابن المية بيموت بالمية. ابن مين؟ ابن المية بيموت. طب لما انت مش عارف اسمع الاول وبعد كده امسكها. ابن المية. طب بس انا اجاوب الاول بس. ايه سؤال ايه؟ ابن المية وبيموت بالمية. هات بقى لان انا السمكة ولا ايه؟ هي عارفه تديها تقول ايه؟ النعام. لا ايه الثقة اللي انت فيها دي؟ الملح بيموت في المية. الفلفل. ما حدش ياخد الكرة غير لما يعرف الإجابة. اوكي. ممر مائي طوله 193 كيلو متر. قناة السويس. برافو. ايه ده أخيرا قناة السويس. تحية خاصة قناة السويس القديمة والجديدة. طيب بياكل كل حاجة ولو شرب بيموت. الأرنب. لا لا أرنب ايه؟ طب استنى والله العظيم ثلاثة فهموني المعلومة دي عن الأرنب لو شرب يموت. لا لا ايه هو؟ لا عرفت محدش عارف؟ النار. 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 الحبيب عايزني النار. طب يلا حطي التاني. طب والله قالوا لي الأرنب لو شرب يموت. طيب عنده أسنان وما بيعضش. المشط. ما ينفعش. المشط. المشط الإجابة ليه؟ مشتركة. يلا ثواني. ثواني ابعدوا شويه في النص. خلاص سيبوا بقى الكره اهي سيبوها كده. طيب مين هي كوكب الشرق؟ ام كلثوم. ام كلثوم. ام كلثوم. طيب ماذا يقع وسط مصر؟ حرف الصاد. برافو. طيب لما الواحد يحب يفك عمل ولا سحر بيعمل ايه؟ زار زار زار. انا جاوب ما تمسكيها. دينا دي نهايه اسئلتنا. شكل شكل دينا والله اللي كسبان. عندكم النتيجه؟ ربحت دينا 4-3. وبما ان هي ربحت لازم نغني لها اغنيه كده وطبله وحركات وانت هتمثل. يلا 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 بينا. يلا يا جماعه. ايوه بيعزف حلو يا جماعه. بيحب الليلة دي وكايرو دي بلدي والدول العربية. صوتك عدوية بيحب الليلة دي وكايرو دي بلدي والدول العربية. سيني سيني أكتر المية في إيديك سكر. سيني سيني أكتر المية في إيديك سكر. أيوة
روح روح ايوه ايوه يا نينا نبطشي يلا نبطشي يلا يا روح نبطشي يلا الليلة دي الليلة دي سافروا 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 اسقيني اسقيني اكتر المية بايديك سكر اسقيني اكتر المية بايديك سكر ايوه 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 بنشكر النباتشي بنشكر النباتشي اللي لادي النجم الجميل محمود عبد المغني بنقول له ميرسي جدا وشكرا لوجودك معانا احلى تحيه لمحمود عبد اروى 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 هو هو كلامه كلام بيزيد اروى 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 والليله دي ورجعنا بعد الفاصل مع الفنانه دينا